عدنان. يس. قطع سعادة بليز لمجدة. طيب. يا الله كيف أنا ماني قادر أمشي. La presentazione del piatto, da quello che ha spiegato, è molto semplice. Il gioco che non capisco, c'era una zuppa e lui ne ha messa sopra un'altra. Non lo trovo tecnicamente corretto. Sfaddalo. Chef, I need 8 salad. How many? 8. تركيهم, تركيهم ود. بدنا نقطع بليز 4 صحون الجادجز. ما كنت حاسة بطعم زيت الزيتون بالزعتر, للأمانة. L'olio d'oliva al timo. Coperto completamente dal limone. In sé il piatto non è cattivo, ma se lo scopo è dare all'olio extravergine un posto d'onore, in questo caso non abbiamo ottenuto l'effetto voluto. يديك ألف عافية. هي اللي بتتكلم عليها في كل دي المناطق ولا لا؟ A me sembra poca, perché abbiamo molte verdure crude dove ha bisogno di olio extravergine. خلونا ندوب. عجبني مرة طعم الصوص وكان بارز الزيت الزيتون اللي بالثوم اللي كانت بتقول عليه بس زيت الزيتون اللي بالتمر هو اللي ضيعته صراحة مو مرة حسيت فيه مع انه التمر والاكل مرة مع بعض بتطلع طعمه مرة زي سبيت الجبنة اللي حطيتها عليها كتير قوية وكتير قاسية بعدين الطبق في شغل اكثر شيء بالصلصة بس بكل شيء ثاني الجبنة جايبتها خالصة البندورة قصتها ونقعتها عامل شيء البندورة مش ظابطة هيك خلينا نشوف طبق حاسس المسخن has an identity crisis وعايز يبقى سمبوسك إذا بدي أكل السمبوسة بالشوكة والسكين ما رح فيي أكلها وإذا بدي أكلها بإيدي رح نقيتها مكان un po' sacrificato qui dentro خلينا ندوب عدنان ساعد بليز أنا بخدك بليت يلا سكيبي ما شو بدك بعدنا one big one أوكي جاف جان أخذ مسخن غير العجينة أخذ عجينة السمبوسة اللي بنلاقيها بالسوبر ماركت وحطه وبعده مسخن بس أكثر مسخن لا مسخن شاف مجدة؟ يس دان شرحتي yes, وكذا وكذا تمام يلا فكرة تعملي طاجين بزيت الزيتون فكرة شجاعة بصراحة، أكيد طاجين بيزبط بزيت الزيتون، يعني صحن فيه تفكير، فيه طعمات، فيه ريحة عظيمة كثير طيبة يعني على بالي ذوق الطبق. السوربي إيش حطيت عليها زيت؟ زيت ليمون، إز إن ذا باس هنا. الخروف بصراحة إز سو ريتش، الملمس بتاعتها يامي هايل. هايل هايل يعني this is a perfectly executed لحمة كل شيء فينا ندخل بالسمنة وبالزبدة وبالدهون فينا نستعمل زيت الزيتون كبديل عملت زيت الزيتون بارزة بامتياز أنا كان باين عندي كل زيت الزيتون بس ما كان باين عندي زيت الزيتون بالليل كل عارف شف طاري طريقة تقديم أدمنا حلو ونضيفة من البلاستيك بتطلعي بالقطعة اللي حطها بتفهمي حتى طريقة أكله لما بتقصي وبيطلع بلقمة وحدة عندي كل شيء اللي هي شغله كثير مهمه كمان. تجمع الجيلاتو قبل ما يصير شغله. تفضل شيف. واو خرافي الطبق بالامانه يعني زيت الزيتون واضح باناقه وجمال ورقي. زيت كثير طيب وطعمته كثير واضحه، عمل زيت زيتون بالكليمانتين وطعمته كثير واضحه. كيارو كي كون لا بومبيتا على فيني كي تي لا سباري ان بوكا. Quella parte amara che va ad equilibrare ancora di più il dolce è bellissimo.